عاملة ايه وهتين؟ كويسة ياسمين، انت اخبارك ايه؟ ما شفتكيش من زمان. مشغولة في الابحاث بتاعتي، بحب اخترع علاجات وحاجات كده في العلوم، وبحب اطور ومقدمة كمان على المسابقة. يا ستي انا عارفة انك شاطرة، انت اكيد كده هتكوني دكتورة بدون كلام. اكيد طبعا، دي امنية حياتي. عن اذنك اشوفك بعدين. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا يا وتين. على فكرة بكرة يوم مفتوح، وكمان هنشارك، كل واحدة فينا تجيب حاجة ناكلها عشان نعمل اكلات جميلة، ايه رأيك؟ انا بفكر بقى انا هجيب لكم، بصوا ممكن اجيب لكم العصاير او حاجة زي كده. فكرة حلوة. طب اقول لكم بقى، انا هجيب لكم سندوتشات ماما بتحملها تجنن، ايه رأيكم؟ كويس اوي يا وتين، جيبها لك انت السندوتشات ماشي، وسارة هيكون عليها العصير. اما فين ميرا؟ مش شايفاها، بتيجي الحين. انا جيت، مين اللي جايب سيرتي؟ اهلا اهلا يا وتين، بتقولوا ايه؟ بنقول ان بكره في يوم مفتوح وكل واحد فينا بيشارك في حاجه، وانا هجيب لكم بقى السندوتشات زي ما قلت لكم، ايه رايكم؟ خلاص ماشي، وانا هجيب، ممكن اجيب سندوتشات نوع تاني برجر، ايه رايكم؟ لا ماما بقى بتعمل سندوتشات ما يزال عن بكره، اشوفكم. انا جيت اخيرا. ايوه تينا، اتاخرتي ليه؟ حاطين الغدا من بدري كده، قاعده ترغي مع اصحابك زي كل مره، يلا بسرعه عشان تتغدي. ايوه يا بابا، عرفت ازاي. خلاص حاضر. اهلا يا ماما، بكره يا ماما عندنا يوم مفتوح، ممكن تعملي سندوتشات من الحلوه اللي انت بتعمليها؟ حاضر يا حبيبتي حاضر. والله سندوتشات ماما لذيذة، بحبها قوي، احلى حاجة، اصحابي كده يحبوها جدا. طيب يا ستي وتين، كل مرة تطلبي من ماما حاجات؟ يلا خلينا نتغدى، بصراحة سندوتشات ماما دي حلوة قوي ومميزة، تسلم ايدك. بالهنا والشفا، ماما هتعملي منها بكرة، خدها المدرسة. طب يا حبيبتي حاضر، يلا بقى كل يا بنات، خلصي السندوتشات دي كلها. حاضر يا ماما اكيد. واخيرا خلصت السندوتشات، خليني بقى اغسل وشي كده عشان ورايا مذاكره، وكمان اقعد شويه وبعدين اكمل. اغسل ايدي كويس، تمام. خليني اغير لبسي بقى وخلص المذاكره بتاعتي. انا لقيت لابسه لبس مختلف، مش مشكله. مش هتذاكري انت كل مره على الايباد؟ اذاكر شويه بدل الايباد طول الوقت، طول الوقت تلعبين وخلاص. طب العب روبلوكس، تيجي تلعبي معايا؟ بصي المبدا جميل قوي. تأخرت أول المدرسة، يلا بسرعة عشان ما تأخرش. وتين وتين، ايه ده؟ ايه القرف اللي في وشك ده؟ شكلك مقرف على الصبح. انت بتقولي ايه؟ مقرف ايه كلامك ده؟ قال كلامك وحش ده، روحي بصي في المراية وشوفي شكلك وبعدين اتكلمي. ايه اللي حصل يعني؟ ايه ده؟ ايه الحبوب اللي في وشي دي؟ جت منين؟ ايه ده؟ ليه كده طلعت لي فجأة؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ماما الحقيني يا ماما، يا ماما تعالي بسرعة. مالك يا حبيبتي وتين، في ايه؟ شوفي الحبوب اللي في وشي، بصي شكلي بقى بشع ازاي، وشي باظ، وشي خرب. ما تقولي كده ابدا يا حبيبتي، بصي دي مرحلة طبيعية، بقيت بتطلع حبوب وتختفي، تطلع وتختفي فترة معينة وبعدين تختفي خالص. ايه الكلام ده؟ انا مش عاوز حبوب في وشي خالص. عادي حبيبتي عادي، كيف اروح المدرسة كده شكلي معفن؟ ادي وتين الحبوب اللي في وشك، انا راح افطر في معرفش ليه كده. بنتي اهتمي واغسلي وشك كويس. ما انا بغسل وشي يا بابا، ايه الكلام ده؟ انت ازاي تقول لها كده؟
معلش ده حبوب طبيعية بتطلع في السن ده وبعدين بتختفي عادي، يعني شي طبيعي لازم نتقبل الأمر، ما تقولهاش كده كده غلط. عموما ما قصدتش، وانا راح افطر بقى في الشغل عشان اتأخرت. خلاص ماشي، مع السلامة. شفت ازاي ماما شكله قرف مني ومعشان كده مشي وساب الأكل. شفتي يا ماما اكيد قرف مني صح؟ يا بنتي ما تقولش كده، انت صرتي حساسة. لا طبعا هو اتأخر فعلا على الشغل، انا مهم هعملك السندوتشات دلوقتي. مش عارفة يا ماما انا متضايقة منها قوي. معلش يا حبيبتي بتروح ما تقلقيش، هي بتيجي وتروح ما تقلقيش، هي فترة معينة بتعدي، بتيجي بعد البشرة الدهنية والحاجات دي يعني عادي، فهماني شي طبيعي. انا جبت الشنطة وجبت العصاية وانا كمان جبت السندوتشات وجبت لكم برجر. يلا بقى هنشوف واتين جايبالنا ايه، بتقول سندوتشات ماما مميزة. هي اتأخرت كده ليه واتين؟ المفروض تيجي دلوقتي، ده كانت بتيجي اول واحدة. هما راحوا فين؟ انا جيت يا بنات وجبت السندوتشات اللي قلت لكم عليها معايا في الشنطة. ايه ده؟ ايه اللي في وشك ده يا واتين؟ اقول مش مصدقة انت وشك بقى عامل غريب. على العموم انا هاكل سندوتشاتي لوحدي لاني ما بحبش اكل اكل تاني، خلاص مش هاكل خالص عن اذنك. واظن انا كمان مش هاكل برضو. معلش يا واتين انا اسفة ما اقدرش برضو اكل صراحة، مش عارفة دي وشك غريب قوي اليوم، والهول اللي في وشك دي غريبة صراحة مش عارفة. كلهم مش مصدق خالص، كلهم عرفوا مني وسوعني عشان الحب واتخلوا عني. الندالة دي هما دول صحابي، انا رايحة البيت مش هكمل في المدرسة، مش في المدرسة كده. انا مش مصدق يعملوا فيا كده. واتين ايه يا ماما في حاجة؟ انت ليه رجعتي بدري؟ انت ما حضرتيش ولا حصة؟ مش هروح المدرسة تاني يا ماما، اصحابي صاروا يتنمرون عليا بسبب الحبوب وتركوني ومش عاوزة اروح المدرسة خالص. طب يا بنتي اهدي خلاص، بصي الموضوع عادي، اصحابك دول ما عندهمش دم، لازم يتفهموا الموضوع عادي جدا. بصي يا كويس ان عرفتهم على حقيقتهم، انا اخدك للدكتورة تديكي بعض العلاجات اللي تخفف الحبوب دي شوية، بس يا شي طبيعي كان المفروض اصحابك ما يعملوش معاكي كده. وتركوني اصحابي للاسف. يا دكتور ارجوك تديها اي حاجة لان نفسيتها صارت تعبانة. يا بنتي عادي، لازم تفهمي ان الحبوب دي شي طبيعي بتطلع وتروح، يعني هم اصحابك هم اللي غلطانين واكيد بتطلع لهم برضو. على العموم هكتب لك شوية كريمات تحطيهم هتخفف من الحبوب دي شوية، ماشي؟ وتروحي مدرستك عادي وتتقبلي بشرتك في كل الاحوال، هي بتروح نهائي، لازم تتقبلي الامر خلاص تأثر على نفسيتك. خلاص انا اكتب لها بعد العلاجات اللي هتجيبوها من الصيدلية معاكم. شكرا يا دكتورة. يلا يا حبيبتي واتين. ماشي يا ماما. ديني حطيتي الكريم اللي عطته لي الدكتورة. اما شوف بقى ايه. ايه ده؟ بقولك ايه، انا مش هنام في الغرفة معاكي خالص، بخاف وشي يبقى زي وشك وتعدي منك، انا هروح انام في الغرفة التانية. حتى انتي كمان يا اختي يا سخيفة، مش هتصدقي الناس دي بجد سخيفين قوي. واتين يجيلك اسبوعين دلوقتي ما رحتيش المدرسه، مينفعش كده يا بنتي، غلط يؤثر على دراستك، لازم تروحي يا ماما. ليش نفسي اروح؟ ارجوك يا ماما سيبيني، كل علاج الدكتوره ما عملش اي حاجه ولا راحت الحبوب من وشي اصلا. خلاص يا حبيبتي اهدي، استنى اشوف مين جه. ماشي بس انت لازم تروحي مدرستك. ايوه ايوه حاضر، ثواني هفتح الباب حالا. ايه ده ياسمين؟ اي واتين ليه ما جيتيش؟ يجيلك اسبوعين غايبه، على العموم انا جايبالك كل الدروس وجايبالك حاجه حلوه بحية من اختراعاتي والبحث بتاعي. بتقول ايه اختراعاتك ايه؟ انا عملت خلطه جميله جدا من الابحاث بتاعتي، بتقدر تقضي على كل البكتيريا اللي في البشره، فهجربها لك واكيد حبوبها تروح منك. ماشي
دي أول اختراعاتي، وعلى فكرة أنا مقدمة مسابقة في المدرسة وأكيد هفوز فيها. بجد ياسمين قلتلك خدي واتين وجربيها، صدقيني مش هتندمي. طبعا أنا بثق فيكي جدا، انت صاحبتي الوحيدة اللي ما تخلتش عني. طبعا مستحيل اتكلم عنك على حاجة انا عارفة انها طبيعية اصلا. يا رب الدواء بتاع ياسمين ينجح. بجد لازم نحيي براءة ياسمين في كل حاجة، هي طبعا خلت مدرستنا الاولى في مستوى البحث، وكمان خدت جائزة تقدير كبيرة قوي، وتوقع لها تكون طبيبة ممتازة. وانا كمان حبيت اشكرها على الوصفة بتاعتها اللي حشت الحبوب من وشي نهائيا. شكرا لك ياسمين قدام كل الناس، انا فرحان قوي بالله، فرحان قوي ان وصلتك بقت جميلة. طبعا انت ليكي المكافأة جدا يا ياسمين. انا بشكرك بجد، وصفتك دي ساعدتني جدا، انت فعلا هتكوني طبيبة ممتازة وشاطرة، وانا كمان فرحانة ان ساعدتك ورجحت المدرسة، دي شيء كويس. ياسمين ارجوك تساعدينا، ممكن تدينا الوصفة بتاعتك؟ ايه ده، انتوا وشكم كله بقى حبوب، بس انا مش هقرف منكم زي ما انتوا عملتوا. ارجوك ياسمين تساعدينا وتدينا الوصفة ارجوك. ايوه بصراحة ارجوك ياسمين عشان خاطرنا. لا مش هدالكم ابدا، لان ما قدرتوش صاحبتي وهي عندها الحبوب، ودي شيء عادي طبعا، وقرفتوا منها وتخليتوا عنها عن اذنكم. شفتوا ازاي ربنا حطكم في نفس الموقف، بس مش هتلاقي اللي يساعدكم زيي. انا ندمانه قوي، شفتي لو كنا ما تخليناش حنا كانت عطتنا العلاج. خلصتي شرب؟ احلى حاجة بشوفكم كل يوم الصبح. خد انت كمان يا عنتر، يلا خلص المية بتاعتك، يلا لازم تشرب يا عمري. انت يا ليلى تعالي، خلصت شغلك ولا لسه؟ تعالي صاحبي المسرح بينده علي. ايوه حاضر، ايوه اديني جاي، ايوه خلصت كل شغلي، حطيت لهم علف كفايه ونضفت الاسطبل كويس، وكل شغلك عملتيه صح. اهم حاجه حطيت علف كفايه. ايوه طبعا، انت عارف بحب الشغل هنا قد ايه، وعندي شغل تاني عشان كده حطيت لهم علف كفايه. طيب كده تمام، خدي بقى النهارده اليوم اخر الشهر، فقلت لازم اديكي فلوس بتاعتك لو حبيتي تشتري لك اي حاجه. يا ريت تجددي لبسك المقطع ده او اي حاجه. للاسف الفلوس يا دوبك بتقضيني اكل وشرب الاخر الشهر، مش مشكله لبسي مش مشكله، اهم حاجه شغلي. يلا بقى انا ماشي، هتوحشوني، هجيلكم بعدي بكره ماشي، او بكره كمان، مع السلامه. انت يا زفته، قلتلك اكلك بقى صار ما يعجبني، كله مبقاش يعجبني، كله في الارض. انت لازم تتعاقبي، انا ما برتاحش الا ما بضربك كل يوم. كل الاكل ده يترمى في الارض وتنظفيه وتعملي غيره مره كمان. ايه يا فندم، حرام ده نعمه، وحرام نرمي النعمه في الارض واكل جميل. انت كمان ترد عليا، وازاي تعرضين ست الجرائد تردي على الملكه؟ كل يوم تضربيني بالقلم كده، ما عملتش اي حاجه، غوري من وشي يا سخيفه، فعلا سخيفه. مالك يا جلاله الملكه، كل يوم بتصرخي على كل الخدم هنا في القصر، يا ترى عملوا ايه تاني كده؟ مش كويس عشان احصابك، هما لازم يتعاقبوا. انت عارف ان الخدم دول ملهمش طريقه معينه في المعامله، وكمان بيضايقوني واكلهم بقاش عاجبني. بالعكس انا بشوف اكلهم كويس، وبعدين كنت عاوزه اكلمك عشان موضوع الخلفه والحمل. امتى بقى تفكري تجيبي ولي العهد؟ انت من فتره ايه رايك تراجعي الدكتور؟ بقول لك ايه، ما تعصبنيش انت كمان بالكلام ده على الصبح، اللي يسد النفس هلاقيها منك كل ما الخدم. انا مش عارف ليه اخلاقها كده وحشه، ودايما سريعه الغضب، وبتكره كل اللي حواليها، غريبه قوي. زي ما قلت لك يا ليلى، نظفي هنا قدام القصر وانا هحاسبك بعد ما تخلصي. خلاص ماشي يا زمرده، هخلص كل حاجه بسرعه، ربع ساعه بالظبط. ماشي. هي شكلها زعلان قوي كده ليه؟ وكون في حد مزعلها؟
يلا خلينا نخلص التنظيف عشان يدوني مبلغ كويس. ايه البت دي؟ مين جاب البنت دي قدام بيتنا؟ اول مرة اشوفها في المدينة. انت جميلة قوي ومعفنة كمان في لبسها. انا هوريها. خلاص تقريبا قربت اخلص. هي زمرتة فين؟ ما طلعتش ليه؟ المفروض تطلع وتديني الفلوس عشان امشي. تعالي هنا، تعالي انتي. انا جلالة الملكة. مين انتي اللي بتعملي هنا؟ انا بنظف هنا بس قدام القصر. مين قالك نظفي؟ تعالي معايا عشان ليكي عندي شغلة كتير هتعمليها. شغلة؟ هشتغل عندك في القصر؟ ها تعالي معايا وانت تعرفي شغلتك الجديدة. امشي قدامي بسرعة. المكان ده جلالة الملكة اللي جبني فيه. وانا هعمل ايه في الكهف ده؟ بصي الحيطة الورقة دي تكسريها تكسير، تقعدي هنا حتى لو سنة كاملة لازم تكسري الحيطة دي كلها، مش هتطلع من هنا ابدا، واذا طلعتي هيكون عقابك شديد. اه بس الشغلة دي متعبة قوي. وياك تطلعي برا الكهف، وهي دي شغلتك ووظيفتك. اشوفك في المدينة هيكون نهايتك، فهمتي؟ اشتغلي كسري. طيب حاضر يا جلالة الملكة. اياك تخرجي من هنا وإلا هيكون آخر يوم في عمرك. اوه يعني هي مالها كده؟ انا ما عملت لهاش اي حاجة. هو في ايه بالظبط؟ تعالي هنا. يا جلالة الملكة ايه اللي بتعمليه ده؟ كفاية تضربيها كده. وصراحة دي بصراحة مش سلوك ملكة ابدا. انت هتمسك المكنسة وتضرب في الخدم، شكلك ما بقاش حلو خالص. بعدين مش حلو تضربيها كل شوية. ماله شكلي مش عاجبك ليه؟ بعدين انا بربيهم، متتدخلش في اموري انا. طيب اقولك ايه، انا كنت بقول للدكتورة تيجي تكشف عليكي بخصوص الخلفة والاولاد وكده. لا كمان دكتورة، لو جات هنا هضربها بالمكنسة زي ما ضربت الخدامة بالضبط. انا مش عاوز حد يتدخل فيا ابدا. تعبانة قوي، ده انا اتهد حيلي وايدي ورجلي وجعتني. اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا لو بقيت هنا اكتر من اسبوع هموت. هي شكلها عاوزاني اموت ليه؟ وانا عملت لها ايه بس؟ انا خليني اقوم اروح عند الحصانة بتاعتي. ياه ده كان مفروض اكلهم دلوقتي. انا لازم اطلع من هنا واهرب حتى لو كانت حددتني. مستحيل ابدا، يعني لو ربنا كاتب لي انها هموت هموت، ده مش كاتب لي. مش معقول اخاف من انسان ابدا، هو ربنا اللي بيموت مش هي اللي هتموتني. خليني امشي بسرعه وهرب من الكهف المظلم ده. حسنتي يا حبيبتي وحشتيني قوي، بس انا اسفه اتاخرت عليكم قوي غصب عني. انا هحط لكم الاكل حالا وبعدين اريح شويه. وحشتيني كمان يا عنتر. خليني بقى اقعد هنا شويه ارتاح، تعبت قوي تكسير الكهف. وهي اي تستفيد لما انا اكسر الكهف؟ انا مش عارفة هي بتعاقبني ليه ولا انا عملت لها ايه. بس على العموم خليني هنا ارتاح شوية، انا تعبت قوي. واخيرا انتي فاكرة نفسك هتهربي مني ولا مش عارفة مكانك؟ ده انا اجيبك من تحت الارض. ده انتي عقابك معايا هيكونش اصلي كده. مفيش اصل، مش قدامي. هتتعاقبي عقاب هتمشي شفتهاش في حياتك. امشي. ايه ارجوكي، وانا دلوقتي هقص شعرك اللي انت بتذبح بيه ده، ولا اقتلك احسن. بس خلي القتل شوية، خليني شوية ربيكي وعذبك الاول وبعدين افكر اخلص عليكي. ودلوقتي هقص شعرك. اي شعري. حرام عليكي، انا عملتلك ايه؟ بس مش مهم عملتلي ايه. هاي بتعسفيها ليه؟ وليلى عملت ايه بس؟ ده مش شغال عندنا في القصر اصلا. انا لازم اقول لجلالة الملكة اللي بيحصل ده، وبكرة هكمل عليكي. لازم اعذبك وربيكي. خليها هنا بشكلها البشع ده، مش عاوز اشوف وشها في حياتي. بس الاول لازم انتقم منها.
ايه جلالة الملكة، كنت بتعملي ايه في الدور الاسفل؟ في حاجة ابدا، ضرورية؟ كنت برتب شوية حاجات. انا رايحة اوضتي دلوقتي وبعدين ارجع تاني. جلالة الملك، في ايه يا زمردة؟ ادخلي، في حاجة؟ مالك شكلك كده غريب؟ في بنت غلبانة اسمها ليلى، والعمرها بتأذى حد وفقيرة، والملك خدتها تحت بتعذب فيها، مش عارف اعمل، ما عملتلهاش اي حاجه ولا شغال عندنا في القصر ابدا. كنت بتيجي تنظف قدام القصر وتمشي وما عملتش اي حاجه، وطيبه وكل الناس بتحبها. الملكه اصبحت تصرفاتها غريبه، ايه اللي حصل؟ بتعيطي ليه؟ قصت شعري وعذبتني وانا ما عملتش اي حاجه، ولا عمري اذيت حد. مش عارفه اقول كده، العقاب ده انا ما عملتش اي حاجه. مستحيل ان اسمح للظلم يقع في ملكتي بالطريقه دي، لازم اوقفها عند حده. انت اسمك ليلى صح؟ ايه ده، انت جميل قوي يا ليلى، انا ما توقعتش. بقول لك ايه، بصي انا هيكون عقابي ليها شديد، وانت هعوضك على كل العذاب ده وعلى شعرك الجميل اللي اتقص. برغم ذلك انت شكلك برضو جميل، تعالي معايا يا ليلى وهتتفاجئي باللي يحصل. جلالة الملك، أنا بشكرك جدا إنك هتنقذني من العذاب ده. لا لا أبدا، تعالي معايا وإنت هتشوفي فجأة ليكي كبيرة، هتغير لك كل حاجة. أنا مستحيل أسمح لك بالظلم اللي بتعمليه ده أبدا. إنت إزاي تتجرأ وتيجي عند البنت دي؟ إنت إزاي تتجرأ وتكلم الملك بالطريقة دي؟ بقولك إيه، ليلى هتكون هي الملكة وهتجوزها، وإنت طالق، وهنفيكي المملكة بعيدة عشان تتعاقبي كل الظلم اللي بتعمليه. خلاص شرك لازم يقف، وخلي الحراس يجي ياخدوك دلوقتي. يلا اطلعي برا، انت خلاص انتهى دورك. اما ليلى مكافأة ليها وتعويضا على اللي عملتيه فيها، هي اللي هتكون الملكة. ايه، مستحيل ان انا بسمعه ده. يا ماما انا هلبس التاج بعد شوية عشان نلعب شوية. ليه يا حبيبتي ما تلبسي تاجك؟ شفتي امرات الحلوين؟ أشكرك ملكة الحبش، بتدي أمير وأميرة حلوين زي مامتهم.